كانت عادتها في كل عطلة صيفية أن تبحث عن عروض سفر سياحية منخفضة التكلفة لوجهات خارج البلاد كمدن جنوب إسبانيا الأقرب جغرافيا للمغرب، لكن ظروف كريمة تغيرت هذه السنة بعد أزمة كورونا. في وكالة الأصفار هذه تحاول بحث بدائل سفر داخل المغرب تناسب قدرتها المالية وتلبي احتياجات أطفالها. اللي غادي يسافر الافضل ليه بلاده باش يعاون حتى في الاقتصاد اللي طاح. لحد الان باقي كاين التخوف لانها كورونا باقي، يعني الاصابات كاينين، يعني غادي داكشي كيتزاد، باقي حنا ما عرفناش راسنا. اللهم المغرب افضل لينا، وحنا جينا نشوفوا العروض اللي موفرين لنا هنا في ديال لوكات الاصفار. حتى نلتقي عنوان حملة حكومية تركز على دعم السياحة الداخلية، يفتتح ناشطون سياحيون ووكالات أصفار موسم الصيف بعد تراجع بأكثر من 90% في السياح الأجانب في ظل تداعيات جائحة كورونا. كان إقبال الوجهات الداخلية، خصوصا أن الوجهات الخارجية ما كاينش من عدمة، ولكن الوجهات الداخلية ما غتقدرش تنعش ولا ترجع السياحة للوضع اللي كانت عليه قبل كورونا. التخفيضات كاينة أونيفو ديال الفنادق، وحنا حيدنا بعض المرات تالي مارج الربح، حيدناهم ما بقاش لنا مارج الربح غير باش شوية ننشطوا السياحة ونجيبوا لا كليونتيل عندنا. زار المغرب في العام الماضي 13 مليون سائح أجنبي، فيما تشكل السياحة الداخلية قبل ظهور الوباء نحو 30% من نزلاء فنادق البلاد التي أصبحت مدعوة حسب مختصين لطمأنة زبائنها من خطر عدوى الجائحة وتخفيض عروضها.